أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعناوين. قوات العمالقة الجنوبية تتسلم مطار عتق وتواصل التوافد إلى شبوة لاستكمال تحريرها. اليونسكو ومفوضية حقوق الإنسان تطالبان ميليشيات الحوثي بالإفراج عن 2 من موظفيهما في صنعاء. تواصل الحملات الأمنية لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها في محافظة أبها. تسلمت قوات ألوية العمالقة الجنوبية مطار عتق بمحافظة شبوة بحضور قائد اللواء 11 عمالقة عبد الرحمن الجعري، وجرت عملية الاستلام والتسليم رسميا من قائد محور عتق اللواء عزيز العتيقي وعدد من القيادات العسكرية. ويأتي استلام المطار في إطار انتشار قوات العمالقة الجنوبية في محافظة شبوة استعدادا لتحرير المدريات التي سقطت بيد ميليشيات الحوثي. واصلت قوات العمالقة التوافد إلى محافظة شبوة لاستكمال تحريرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينما أفادت مصادر محلية بتعرض العديد من المواطنين للاختطاف من قبل القوات الأمنية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح أثناء استقبالهم لقوات العمالقة. تعد ميليشيات الحوثي الانقلابية أيامها الأخيرة في محافظة شبوة. إلى هذه المحافظة شد عمالقة المقاومة الجنوبية الرحال لاستعادة مديريات بيحان وعسيلان وعين التي سقطت نهاية سبتمبر الماضي بعد معارك محدودة مع القوات الحكومية التي تقودها قيادات من حزب الإصلاح لم تستمر حتى لساعات. وهنا في شبوة استقبل المواطنون طلائع قوات ألوية العمالقة التي تتوافد تمهيدا للدخول إلى مسرح العمليات القتالية وتأمين المحافظة والمنشآت النفطية ومحاربة التنظيمات الإرهابية، مؤكدين أيضا ضرورة وصول قوات النخبة الشبوانية وإعادة انتشارها وبسط الأمن والاستقرار في كافة أرجاء المحافظة. رحب العمالقة دخلت في شبوة، واليوم إن شاء الله يستقر الأمان في شبوة كامل وتحريرها من هذا الإرهابيين والحواثة وكل ما هم خلوا في هذا الشبوة. لو سهل بأخواننا العمالقة إلى أرضهم وتحريرها من ميليشيات الحوثي والأخوان، وأهلا وسهلا بهم. نرحب كل الترحيب بقوات العمالقة في محافظة شبوة، فأهلا وسهلا ومرحبا، إن شاء الله رافد للجبهات بإذن الله وإلى الأمن والاستقرار. لم يمر هذا الاستقبال دون أي اعتداء من قبل القوات الأمنية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح في المدينة، فوفقا لمصادر محلية وأخرى عسكرية تعرض عدد من المواطنين المشاركين في الاستقبال لاعتداء من قبل القوات الأمنية، وتعرض 11 مواطنا للاختطاف على خلفية هذه المشاركة، فضلا عن تعرض 3 صحفيين لاعتداء مماثل ومحاولة اختطاف أثناء تغطية وصول قوات العمالقة، بينهم مراسل الغد المشرق الزميل جمال شنيتر. تقول المصادر ذاتها إن استفزازات تعرضت لها قوات العمالقة أثناء الوصول إلى مدينة شبوة، إذ قامت القوات التي تقودها جماعة الإخوان في المحافظة إلى إبعاد مرور قوات العمالقة عن الشوارع الرئيسية ووضع نقاط تفتيش لمنع المواطنين من استقبال هذه القوات، ومع ذلك استطاع عدد من المواطنين الوصول إلى محيط المدينة الخارجي. على قدم وساق تستعد قوات العمالقة إذن لاستكمال تحرير محافظة شبوة، تتجنب أي استفزازات وتتهيأ للدخول إلى مسرح العمليات القتالية لإعادة رسم الخارطة العسكرية في المشهد اليمني بالكامل. فتحرير هذه المحافظة يقول خبراء إنه سينعكس إيجابا على الجبهات العسكرية في ريف محافظة مأرب الجنوبي، ما يعني عمليا تبخر كل أحلام الميليشيات الانقلابية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط الإعلامي ناجي العريفي. أهلا بك معنا سيد ناجي في هذه نشرة. في البداية، بعد التغيرات الأخيرة
في المشهد الشبواني سياسيا، كيف ترون التحركات العسكرية نحو شبوان لتحرير مديرياتها الثلاث؟ أولا مساكم الله بالخير أستاذ الكريم، أحييك وأحيي طاقم قناتكم الموقرة وجميع مشاهدينكم الكرام. حقيقة أن التحرك الأخير لقوات العمالقة والتقدم نحو شبوة ما هو إلا دلالة للثقة في قوات العمالقة الجنوبية ولما حققته من انتصارات سابقة في عدد من المناطق، منها على سبيل المثال الساحل الغربي. طبعا وجود قوات العمالقة اليوم سيؤكد بأن ما كانت تقوم به ميليشيات الإخوان ما هو إلا عدم جدية وتخادم بينها وبين ميليشيات الحوثي، ورأينا ذلك كان واضحا في تسليم المديريات الثلاث، وذلك وثق أيضا بمقاطع الفيديو التي رآها الجميع من انسحابات في وضح النهار، وهذا يؤكد بأن ميليشيات الإخوان هي المتسبب الأول ومن أحد إلى جانب ميليشيات الحوثي من إطالة الأزمة اليمنية وإطالة أمدها والعبث بمصالح المواطنين سواء في جنوب اليمن أو في اليمن. طيب سيد ناجي، إذا تحدثنا عن المواطن الشبواني، هناك ترحيب شعبي من قبل أبناء شبوان للقوات العمالقة الجنوبية الذي صاحب دخول هذه القوات لشبوة بعد التغييرات السياسية من تغيير بن عداو وبين حقبة الإخوان وممارساتها بحق أبناء شبوة. سيدي العزيز، هذه الميليشيات أو التي كانت على رأس السلطة في شبوة التي تم إزاحتها من المشهد وهي كانت تدير المشهد هناك، هذه السلطة الراحلة من شبوة بإذن الله أنها آخر يعني فترة لها وانتهت هذه الحقبة. أيضا أكد لك شيء، حقيقة أن المواطن الشبواني بالأخص رأى من هذه الميليشيات كل عمليات الإرهاب، ورأى منها كل عمليات الإقصاء، ورأى منها كل ما لا يعني يريدها المواطن البسيط في شبوة. فلو رجعنا مثلا للمنظمات الدولية أو المحلية، عندك مثلا منظمة فرونت لاين بريطانية لحقوق الإنسان تؤكد بأن عدد جرائم الاعتقال التعسفي في شبوة والتعذيب وصل إلى 860 جريمة و 868 عملية اعتقال، بالإضافة إلى واقعة 41 واقعة مداهمة منازل، وأيضا 37 جريمة اعتقال أطفال، وقصف 8 قرى بالمدفعية. فكيف سيكون بأنهم لا يفرحون برحيل هذه الميليشيات من شبوة؟ هم مرحبين بقوات العمالقة لأن قوات العمالقة الجنوبية جزء من القضية الجنوبية وجزء من المكون الشبواني العظيم. طيب سيد ناجي، إذا ما تحدثنا عن الصحفيين والناشطين وكذلك الإعلاميين، اعتقال صحفيين وانتهاكات بحق الناشطين في محافظة شبوة يوضح مدى قمع هذه الميليشيات وهي ميليشيات الإخوان للصورة والكلمة، تعليقك حول هذه الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها هذه الميليشيات بالنسبة للصحفيين والإعلاميين. سيدي العزيز، هذه الميليشيات هي لأنها ظالمة ولأنها تنتمي إلى مكون ظالم حزبي إلى يعني أبعد الحدود، فغير مستغرب منها أن تقوم بهذه التصرفات، لأنها عندما بدأت في السيطرة على شبوة أو تولت زمام الأمر في شبوة أنشأت عدد غير محدود من السجون السرية والمعتقلات خارج إطار الدولة، استحدثت في شبوة الاستعداد لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة من المختطفين الأبرياء، رغم أنها لم يمضى عليها الكثير ولكنها أنشأت الكثير من المعتقلات السرية، وهذا يعد إرهاب ضد المدنيين وضد المواطنين الأبرياء. سيد العزيز، لو نرجع على ما يحصل في عدن، هناك المجلس الانتقالي الجنوبي نرى إعلاميين ينتقدون ويتحدثون بكل أريحية ولم يتعرض لهم أحد، بالمقابل بأنك تكتب منشور في شبوة أو تتحدث عن الوضع في شبوة
تعتقل اليوم الثاني في أحد النقاط التابعة لميليشيات الأخوان. فهذا هو الإرهاب بعينه سيدي. نعم، كان معنا عبر الهاتف الناشط الإعلامي ناجي العريفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. شدد التحالف العربي على أن ميليشيات الحوثي يجب أن توقف نشاطها العدائي فورا وتخلي المعسكرات في صنعاء، مؤكدا مراقبة هذا النشاط العدائي. إلى ذلك قال التحالف العربي إنه في حال عدم انصياع ميليشيات الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني، كما أعلن عن تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب، كما دمرت مقاتلات التحالف آليات عسكرية لميليشيات الحوثي في جبهة بيحان بمحافظة شبوة. دعت منظمتان دوليتان ميليشيات الحوثي إلى الإفراج عن موظفين تابعين لهما معتقلين منذ مطلع نوفمبر في صنعاء. وقالت اليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان مشترك إن ميليشيات الحوثي في اليمن اعتقلت موظفين بالمنظمتين وطالبوا بالإفراج عنهما. لم يقدم البيان تفاصيل بشأن هذين الموظفين، لكن مسؤولا في الحكومة اليمنية قال لرويترز إنهما يمنيان عملا سابقا لصالح السفارة الأمريكية في صنعاء. جدد مجلس الوزراء السعودي موقف المملكة الدائم في دعم الحكومة اليمنية حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني. وأكد المجلس في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على دفع الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن. وثمن مجلس الوزراء جهود التحالف العربي في التصدي وإحباط محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. كشفت الحكومة عن إجراء محادثات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حول وديعة مالية قادمة وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام. في خضم اجتماع للحكومة اليمنية، كشف رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عن مناقشات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن وديعة مالية جديدة للبنك المركزي اليمني. رئيس الوزراء أشار إلى أنه أجرى محادثات في الرياض مع السلطات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حول وديعة مالية قادمة وآليات إدارتها وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام. ولما أتكلم على الوديعة والتوقعات للوديعة القادمة واللي يجري النقاش الآن حولها وحول الحوكمة، بيكون في دور أكبر وأوسع للصناعة والتجارة والمؤسسات الأخرى للعمل مع قائمة المستوردين أو التجار الموردين يعني للسلع الأساسية، بحيث أنه يجري متابعة الأثر على الأسواق بشكل رئيسي. والوديعة أثرها إنساني كبير، وهذا اللي نتكلم فيه مع الأشقاء ومع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وتحدثت فيه أيضا مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، لأنه نتوقع دعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومن الأشقاء في مجلس التعاون بشكل أساسي. ونوقش في ذات الاجتماع مسألة تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتخفيضها بما يتوازى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية. في سياق متصل، واصل الريال اليمني تعافيه أمام العملات الأجنبية محققا تحسنا كبيرا بعد أسابيع من الانهيار الحاد وهبوطه لأدنى مستوياته على الإطلاق. وقال أصحاب محل صرافة في عدن إن قيمة العملة المحلية سجلت ارتفاعا كبيرا إلى نحو 800 ريال للدولار للشراء و850 ريال للبيع مقارنة مع 970 ريالا للدولار قبل أيام. يأتي ذلك التحسن في سعر العملة اليمنية بعدما شهدت في الأسابيع الماضية موجة من الهبوط الحاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار في أسوأ انهيار للعملة في تاريخ البلاد، مما أطلق زيادة حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة. وكانت المملكة العربية السعودية قد أودعت عام 2018 ملياري دولار في البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره الرئيسي في مدينة عدن لدعم العملة المحلية، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار 500 ريال يمني وقتها
وقد استخدم البنك المركزي معظم هذه الوديعة في تمويل واردات السلع الغذائية الأساسية والوقود. تستمر الحملات الأمنية التي ينفذها الحزام الأمني ومكتب الصناعة والتجارة بمحافظة أبين لتخفيض الأسعار ومنع التلاعب بها وتحديد تسعيرة جديدة للمواد الغذائية والمحروقات وضبط المخالفين. لأجل ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها، نفذت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبيان حملة أمنية واسعة بمشاركة مكتب الصناعة والتجارة والسلطة المحلية، وذلك ضمن برنامج شامل لضبط أسعار المواد الغذائية بعد تعافي العملة المحلية نتيجة للوديعة النقدية التي قدمتها قيادة التحالف العربي. قمنا في النزول الحملة واسعة لضبط الأسعار في مديرية خنفر وضواحيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين بغرامات مالية وإقفال المحلات لتحديد الأسعار على بوابة كل محل وأفران الروتي كذلك والمخابز وجميع مستلزمات المواطنين في المديرية. بإذن الله سوف نستمر، ومن يخالف سوف نتخذ ضد الإجراءات وإغلاق المحلات بإذن الله تعالى. استكمالا للحملة التي نقوم بها منذ أسبوع، وذلك عندما نقصت الأسعار والصرف اليوم، واستكمالا لهذه الحملة بالتنسيق مع الأخوان في الحزام الأمني دلتا، نشكرهم على جهودهم الكبيرة التي يقوموا بها معنا في مساعدتنا في ضبط الأسعار وإلزام الباعة القشعين والمطمعين. الحملة الأمنية استهدفت المحلات التجارية وأفران المخابز وأسواق بيع الخضروات والأسماك، بالإضافة إلى محطات الوقود، حيث تم إغلاق بعض المحلات والمخابز المخالفة والتي استمرت بالتلاعب بالأسعار، وذلك لعدم تجاوب ملاكها للتحذيرات السابقة. المخالفين الحقيقة يعني تم اتخاذ إجراءات إدارية بتوقيفهم، وحتى يلتزموا يعني لأنه قد تم إنذارهم أكثر من 3 مرات بالإجراءات واللوائح والأنظمة في العمل ولم يطبقوا. اليوم مع النزول مع قوات الحزام الأمني وبتوجيهات من القيادة، قيادة الحزام الأمني ومن قيادة السلطة المحلية، لن يستقر الأمر والاستقرار إلا باستقرار الأسعار. فهناك حملة وتم ضبط المخالفين في محافظة أبين، وسيتم اتخاذ إجراءات حسب ما يشار إليه من قبل الأخوان في الأجهزة الأمنية بالمحافظة أبين. الحملة إلى الآن إيجابية وفيها تساوي، ما فيش فيها زي ما يقول البعض إنه هناك من يأخذهم وهناك من، تم إغلاق كل المحلات المخالفة للإجراءات. تأتي هذه الحملة بتوجيهات قيادة الحزام الأمني وبإشراف مكتب الصناعة والسلطة المحلية بالمحافظة، وذلك استجابة للشكاوي التي قدمها المواطنين بسبب عدم تجاوب التجار بتخفيض الأسعار وعدم انضباطهم للتسعيرة الجديدة التي تم تحديدها. لقناة الغد المشرق عثمان عامر، أبين. دعت لجنة تنفيذ مخرجات لقاح حضرموت العام حارو كافة أبناء حضرموت للاحتشاد يوم غد الخميس في منطقة العيون بالساحل لمتابعة وتنفيذ ما تبقى من مطالب أبناء حضرموت. ووجهت اللجنة الدعوة لجميع أبناء حضرموت بكامل جاهزيتهم للالتقاء في منطقة العيون لاستكمال تنفيذ مخرجات لقاح حضرموت العام. وحددت اللجنة موقع التجمع والانطلاق في النقطة الشعبية بمنطقة الردود والنقطة الشعبية بعدب بوادي العين الساعة 9 صباحا حتى تستجيب الحكومة لكافة مطالب أبناء حضرموت. وفي حال لم تستجب الحكومة سيتم التوجه إلى ميناء الضبة لإيقاف تصدير نفط حضرموت. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ حسن الجابري رئيس لجنة لقاح حضرموت العام. أهلا بك معنا شيخ حسن في هذه النشرة. بداية حدثنا عن آخر الأخبار والمستجدات عن الهبة الحضرمية الثانية. أمس عليك في البداية وعلى المشاهدين بالخير. مرحبا. نحن إن شاء الله بكرة متجهين إلى منطقة العيون من أبناء الوادي، ونطلب من أبناء الوادي الذي عنده قدرة المشاركة لا يتأخر على حسب الموعد، وإن شاء الله أننا نلتقي في العيون مع أبناء الساحل حتى يكون حضرموت كلها في مكان واحد موحد، وادي وساحل وهضبة وإلى آخره.
وهي هذه الاعتصام والذي بيتم في العيون لاستكمال اللقاءات مع رئيس الحكومة وتنفيذ ما طلبناه من حقوق لأبناء المحافظة إن شاء الله. وفي حالة عدم الاستجابة فهناك تصعيد لا أريد أن أكرره، ولكن لكل حد حديث بإذن الله. طيب الشيخ حسن، هناك بعض الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى لشق الصف وحرف الهبة الحضرمية عن مسارها، ما ردك على هذه الأخبار؟ والله يعني نحن ما نتبع الأخبار الذي بالصف ولا نأخذ بها حتى لا تضيع حقوق الناس. وأرجو من الجميع أبناء حضرموت أن يوعوا لهذا الشيء. نحن الآن في صدد مطالبة حقوق، وليس في صدد أننا نتبع الشائعات أو نتبع يعني أي تصريحات أو أي شيء حتى الناس تتخلى عن مطالبها. فهناك يبهى عريضة ضدنا، شيء معروف، يبهى عريضة ضدنا حول هذا المطالب، ليبقى أبناء حضرموت تحت التهميش وتحت اليوع والفقر، وهذا لن نسمح به. وفي نفس الوقت لن نعطي الفرصة لركوب الموجة أو ضياع حقوق الناس. طيب شيخ حسن، ما مدى التنسيق بينكم وبين الحكومة قبيل هذه الدعوة من قبل المواطنين أو من قبلكم للمواطنين؟ والله التنسيق إن شاء الله ماشي، وإحنا كحكومة كسلطة إحنا توفيت ما عندها ومشكورين على التجاوب معنا. أما كرئاسة الدولة إن شاء الله أننا بقضى ونجلس معهم، ومطالبنا مطالب حقوقية مشروعة، وبإذن الله تتحقق مثل ما تحققت من قبل السلطة المحلية. نعم، كان معنا عبر الهاتف رئيس لجنة لقاء حضرموت العام الشيخ حسن الجابري، شكرا جزيلا لك. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. بمشاركة نخبة من الشباب المتميزين، عدن تشهد إقامة الملتقى الإبداعي الأول. أهلا بكم جديد. أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العيادات الطبية المتنقلة لسكان محافظة حضرموت، وبشكل منتظم تقوم العيادات الطبية المتنقلة بزيارة أرجاء مدن وقرى حضرموت وكذلك المناطق الجبلية والوعرة، وتحدية العوائق ومشقة التنقل لتقديم خدماتها الإنسانية الجليلة باستمرار من دون توقف ومعالجة المرضى في تلك المناطق التي يسكنها الآلاف. نفذت مبادرة معا نصنع الإبداع الملتقى الإبداعي الأول لشباب عدن، وشهد الملتقى مشاركة نخبة من المبدعين والمتميزين في عدن بهدف إظهار الأنشطة المتعددة بالثقافة والفن. برعاية السلطة المحلية بمديرية المعلى، وبالتعاون مع مكتب الثقافة بالعاصمة عدن، وبالتعاون مع مبادرة معا نصنع الإبداع، نظمت المبادرة الملتقى الإبداعي الأول لشباب عدن. أنا مبتكر في هذا المعرض، عندي مجموعة ابتكارات، أتمنى يعني يكون حد يدعمنا. نحن دخلنا بجهود فردية، دائما ندخل بأكثر من معرض بجهود فردية مع تنوية مأرب، ما نلاقيش أي داعم ولا أي شيء. إن شاء الله يعني في المستقبل نلاقي داعمين أو مؤسسات أو جمعية تدعم نحن وتدعم أفكار نحن. شاركت بلوحتين في هذا المعرض، شاركت مع نخبة من الفنانين، فنانين يعني كبار وصغار، حتى أنه في طلاب من المدرسة، فيعني شيء يجيب الفخر أو شعور بالفخر أنه نشوف فن زي كذا، يعني ناس صغار وفنهم رائع.
الملتقى الإبداعي شارك فيه نخبة من المبدعين والمتميزين في مدينة عدن، والذي شمل على أنشطة متعددة ثقافية فنية متمثلة بمعرض للفن التشكيلي وعرض مسرحي وغنائي لمجموعة من الفنانين والفنانات الشباب ممن جمعهم بحب الفن والإبداع. أبهروني الشباب يعني والبنات إنه معهم إبداعات جدا جبارة، حتى ما شاء الله بأصحاب الابتكارات العلمية. يعني اكتشفت أني طبعا كان واحد من طلاب الثانوية طبعا هو في القسم الأدبي، رغم هذا عنده ابتكارات وعنده طاقات، فحبينا إنه نوصل فكرة إنه عدن هي فعلا أرض الإبداع. طبعا نحن شاركنا بمشاريع واختراعات بسيطة خاصة بالجمعية. طبعا ان شاء الله بيقام شهر واحد معرض اقوى من هذا المعرض، بيكون بيضم جميع الابداعات وان شاء الله بنشارك بشكل افضل واقوى. طبعا المشاركه كانت في مكيف اقتصادي الى سرير خاص بالمعاقين الى مجموعه من المنتجات البسيطه، كاويه بسيطه والقمه اللطيفه. هذه المشاريع ان شاء الله هدفها انها تكون مصنعه تنزل السوق. الحفل الإبداعي يعد من ثمرات جهود شباب عدن، والذي يسعى لإحداث طفرة فنية إبداعية من خلال عرض المسرحيات ومعارض الفن التشكيلية المتجددة. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق، عدن. دشن رئيس لجنة التنمية السلطان علي عيسى العفرار المرحلة الأولى من مشروع مد قرى ومناطق دكسم بالمياه، وذلك بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية. بدعم وتمويل من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، افتتح رئيس لجنة التنمية السلطان علي عيسى العفرار والقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بسقطرة الأستاذ ناظم مبارك بن قبلان بحضور القيادات المدنية والعسكرية بالمحافظة المرحلة الأولى من مشروع مد قرى ومناطق دكسم بالمياه. أهل دكسم يوصل امتنانهم وشكرهم إلى دولة الإمارات وإلى حكام دولة الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات وإلى سعادة خلفان بن مبارك المزروعي اللي قام وأتنا على هذه الجزيرة بأفعاله، وجزاه الله خير وجزاهم الله خير أهل دولة الإمارات. خلال الافتتاح رفع أهالي دكسم لافتات تعبر عن مدى الشكر والعرفان للدعم المتواصل الذي تقدمه أيادي الخير الإماراتية للمركز، وذلك بهدف توفير سبل العيش الكريم من خلال توفير مياه صالحة للشرب والقضاء على الإشحاح المائي الذي يعانون منه سابقا. اليوم دشنا المرحلة الأولى لهذه المشروع الكبير الذي تدعمه وتشرف عليه مؤسسة خليفة. إن شاء الله نفذ هذه المشروع اليوم بفترة قصيرة أو فترة وجيزة، وصل المشروع أكثر من 9 كيلو، والآن نحن في مرحلة ثانية، مرحلة الخزانات. نحن قد كمل الخزانات الأولى المركزية، والآن باقي معنا الخزانات اللي تأخذ إلى فروع أو القرى. ويأتي مشروع مد قرى ومناطق دكسم بالمياه ضمن سلسلة من المشاريع التي تتبناها مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية في سقطرة. والآن نتابع إياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا. أعلن وزير الصحة الهندي منسوخ مانداڤيا موافقة الهند على لقاحين وعقار مضاد للفيروس لتعزيز مواجهة جائحة كورونا، وقد منحت الحكومة الموافقة على الاستخدام الطارئ لأقراص مولونو بيرافير التي تصنعها شركة ميرك لعلاج مصابي كورونا، بالإضافة إلى لقاحي كوفوفاكس وكورفيفاكس. وأضاف الوزير أن 13 شركة ستقوم بتصنيع الأقراص في الهند. تهدد الموجة الرابعة من الفيروس التاجي النظام الصحي المتهالك في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من أي وقت آخر منذ بدء تفشي الوباء، ويشكل انخفاض مستوى التطعيم في الكونغو القلق المتزايد لمسؤولي الصحة. هذا وتشير البيانات إلى أن أقل من 300 ألف شخص من أصل 90 مليون تلقوا جرعة واحدة على الأقل، عدا عن عوامل أخرى أهمها التضخم والسكان النائيون. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين.
قوات العمالقة الجنوبية تتسلم مطار عتق وتواصل التوافد إلى شبوة لاستكمال تحريرها. اليونسكو ومفوضية حقوق الإنسان تطالبان ميليشيات الحوثي بالإفراج عن 2 من موظفيهما في صنعاء. وتواصل الحملات الأمنية لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها في محافظة أبين. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوية.com وتطبيق نبض الإخباري. دمتم بصحة.